للمزيد ينضم إلينا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الجبار أحمد. مرحبا بك دكتور عبد الجبار. يعني حتى الآن لم نلمس ذلك التفاعل مع دعوة السيد الصدر لإغلاق السفارة الأمريكية، ما المرتقى في هذا الشأن؟ تفضل دكتور. بعد التحية جنابكم ومشاهدي قناتكم الموقرة، دعوة السيد الصدر هي تعتبر يعني دعوة اجتماعية من قوى اجتماعية وليس يعني عن رغبة سياسية، وحالها حال بعض الجماعات التي كانت تستهدف السفارة والقواعد الأمريكية بالكاتيوشا وبالصواريخ. وعلينا هنا أن نميز ما بين دعوة هي في ظل أجواء محتقنة ليس في سبب العلاقات الأمريكية العراقية، ولكن بسبب النتاجات والأبعاد المرتبطة بأحداث غزة، والكل يعلم ماذا يحدث من غزة من خسائر للمدنيين وبالخصوص الأطفال. إذن هي دعوة للحكومة العراقية، وواجب الحكومة العراقية أن تلتزم بها أم لم تلتزم بالتعاون مع السلطة التشريعية، مع الإشارة أنه في الحكومة السابقة كان هناك قرار يعني وليس قانون من السلطة التشريعية. وفي معلومات المتواضعة هناك بعض النواب اليوم أرسلوا رسالة والبارحة إلى رئيس الجمهورية لبيان ما هي أسباب نشر أو عدم نشر القرار السابق في الواقع العراقي. اللي أريد أقول أنه هي دعوة عادية ممكن أن تدعو الحكومة أي مواطن عراقي، ونؤكد على أن غلق السفارة غير قطع العلاقات، والفارق بينهما كبير. والسبب الأساس في رأينا أنها لأن هناك أصبح راعي وإدارة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية من إدارة بايدن لموضوع الصراع والنزاع في غزة، وهذا طبعا لربما يوجد لنا إشكاليات. يعني كيف هي دعوة عادية وقال فيها صدر أنه سيتخذ موقف في حال لم تستجب الحكومة لهذه الدعوة؟ لم أقل دعوة عادية، قلت دعوة اجتماعية طبيعية من أي مواطن. وأكاد أجزم لك لجنابك، وأنا يعني مراقب ولست متحيزا لا هذا الطرف ولا ذاك، أنا أتحيز للعراق. تفضل أنه لن يكون هناك أي قرارات لاحقة تخص السفارة الأمريكية. لكن الصدر دكتور لا ننسى أن الصدر ليس مواطن عادي دكتور. يا أخي بس خليني أكمل يا ستي، أنا ما قلت لك مواطن عادي، لكن هي الآن هو يتحرك في إطار كونه قوة اجتماعية وليس قوة سياسية، والفارق بينهما كبير لمن يدرك حجم الاصطلاحات. بعد ذلك سوف لن تكون هناك تصعيد فيما يتعلق السفارة الأمريكية، هي دعوة لإيكال الأمر للحكومة العراقية، وهو أيضا هو إحراج لحكومة الإطار التنسيقي التي كانت تتبنى بعض أركانها من موضوع طرد السفارة وإلى آخره. إذن هو إحراج الحكومة لبيان موقفها من تواجد القوات الأمريكية أولا، ومن موضوع العلاقات العراقية الأمريكية. بعد ذلك واهم من يعتقد بأنه ستكون هناك تظاهرات واقتحامات للسفارة، وأنا أتحدث في إطار التحليل وليس في إطار المعلومات، لأن هناك مجموعة انعكاسات ليست فقط محلية وإقليمية. بمعنى آخر قد يكون أقول غلق السفارة بدلا من إغلاقها، غلق السفارة سيكون عامل مبررا للولايات المتحدة الأمريكية مثلا أن تتجاوز الاحتقانات. مثلا لماذا تمسح بالفنيين من مطارات عراقية فيما يتعلق بالدبابات أبرامز والF-16؟ لماذا تمسح بالموظفين سميهم ما تشاءين؟ أليس ذلك هو استشعار من الولايات المتحدة ليس لطلب السيد مقتدى، حتى ليكون هناك ربط، هو استشعار لما يلي. التجربة الأمريكية في موضوع السفارات هي تجربة مؤلمة. عندنا نموذجين، نموذج التجربة الليبية حينما تم اغتيال السفير الأمريكي في بعد أحداث ليبيا، والثاني فيما يتعلق في السفارة الأمريكية في إيران. إذن أصبحت وزارة الخارجية الأمريكية تتوقع أن تبحث عن وقايات مستقبلية، والظرف حساس فيما يتعلق لربما إذا توسع الصراع في غزة سواء كان هناك اجتياح من عدمه، لربما ستكون هناك لربما مع وجود إصرار من الولايات المتحدة الأمريكية على عدم تصعيد، وأرسلت انذارات مباشرة وغير مباشرة، رسمية وغير مباشرة لكل الفرقاء الدول المجاورة أو الفصائل هنا وهناك على ضرورة عدم التصعيد، ولكن من الذي يستطيع أن يتنبأ بإمكانية عدم التصعيد؟ إذن هو خيار وقائي ليس لأن مقتدى الصدر طالب بغلق السفارة، ولكن هو إجراء وقائي يتعلق بطبيعة التوترات الحاصلة قبل أحداث غزة والتي أججتها أحداث غزة في العراق. طيب دكتور، هل أوصلت الكاتيوشا والمسيرات والقصف الأمريكي المتقابل رسائل فعل ورد فعل في إطار التصعيد الإقليمي، أم أن في المشهد سيناريو آخر؟ يعني حتى الآن أمريكا قصفت بعض المواقع على الحدود العراقية وليس داخل الحدود العراقية. السؤال الاستراتيجي، إذا قصفت أمريكا بعض الفصائل داخل العراق نعم سيكون هناك رد، وأنا أحلل
وبالمقابل إذا كان هناك رد تدخل إيراني رسمي وليس من بعض الفصائل في العراق وغيرها، أيضا سيكون هناك تدخل مباشر. بمعنى أنا أعتقد الطرفين يلتزمان بقواعد الاشتباك، بمعنى قواعد اشتباك محدودة متفق عليها، ولكن حتى هذه الساعة ليس من وجود قواعد اشتباك مباشرة رسمية ما بين دولتين مثل إيران وأمريكا، ولكن بعض الفصائل تقصف هنا وهناك وهذا صحيح. ولكن أنا أعتقد أمريكا ستتعامل مع الوضع بإطار الضبط ريثما تنتهي من موضوع غزة. كيف يمكن إذن للقيادة العراقية أن تحفظ المصالح العليا للبلاد من آثار يعني صراع المحاور الدائر والابتعاد عن مستنقع تصفية الحسابات في المنطقة؟ وأتحدث بصراحة، الحكومة الآن في حرج كبير. قد تقول مثلا سنحاول أن نحمي السفارات ونعاقب من يتجاوز السفارات، هذا ربما شعار، ربما أمنيات، ولكن الوضع هو حرج استراتيجي. وطالما الحكومة في برنامجها في شعاراتها في مشروعها تتحدث عن التوازن، إذن هي عليها أن توجد لنا مخرج في كيفية أن يبرر هذا التوازن، أن يكون للتوازن مقصودات تحافظ المصلحة العراقية وتبعد العراق عن سياسة محاوره. ولكن أحيانا التفاعلات الإقليمية تقحم العراق في تفاعلات في محاور، وأنا أتحدث بصراحة هو قلق استراتيجي يقتضي الحال المسارعة في إحداث جولة مكوكية لدول مجاورة مع سفارات أوروبية ما أوروبية، وبالمحصلة خروج أو غلق أي سفارة طوعيا بسبب أحداث غزة وليس بسبب دعوات من هنا هناك، هذا أيضا سيشوه من سمعة العراق ليس دبلوماسيا، لا سيما نتحدث عن استقرار سياسي واجتماعي، هم هكذا يقولون، والبحث عن استثمارات. أنا أعتقد مسارات أحداث غزة ستستمر لأربعة أشهر أو أكثر. طيب. لذلك من واجب الحكومة العراقية أن تبحث عن خيارات أخرى، هي خيارات ليست فقط شعاراتية ولكن خيارات حقيقية وواقعية. طيب دكتور، ما يمكن أن يتكرر سيناريو تفكيك المعارضة المسلحة الإيرانية مع حزب العمال الكردستاني في الشق العراقي التركي من الحدود؟ يعني حزب العمال الكردستاني يتحدث بصراحة لا يحل فقط أمنيا وعسكريا، ولكن حتى بعد اتفاق بانسحاب بعض الأطراف، يعني بعض قواعد نسميه جماعات كتائب من حزب العمال من مخمور، حدثت مشكلة. حزب العمال الكردستاني لن يحل إلا بوجود مؤتمر رباعي بإشراف أما أمم متحدة أو أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية. في تلك اللحظة نستطيع أن نتحدث عن إمكانية حل هالمشكلة بشكل تدريجي بالقدر الذي يحفظ ليس فقط الأمن القومي العراقي والتركي، ولكن أمن واستقرار المنطقة. نعم الدكتور عبد الجبار أحمد، أستاذ العلوم السياسية من بغداد، شكرا جزيلا لك.